نشوف كمان لما نكون في القرن 21 واحنا بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وبسبب الإحباطات المعيشية والاجتماعية توصل الحالة بقرية الهلباوي، قرية كاملة في البحيرة تستغني تماما عن البوتاجاز وأنبوبة البوتاجاز. ليه؟ كانوا بيجيبوها بأربعة خمسة جنيه، دلوقتي مش في إمكانهم إن يجيبوا الأنبوبة بخمسة وعشرين جنيه وبتلاتين جنيه، فعادوا تاني إلى الوسائل القديمة اللي فيها بقى استخدام الألواح والحطب والكانون وإشعال النار بالطرق القديمة اللي نقعد نتخيلها زمان، واللي كمان بتسبب أمراضا. لما تشوفوا بقى الدخان المتصاعد وده كله بيدخل في الصدور، وحتى ده هتشوفوه ينعكس على الحالة الصحية للناس، كل ده بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار. قرية عادت إلى الزمن الماضي، لم تعد تستخدم البوتاجاز ولا أنبوبة البوتاجاز ولا تعرف شيئا عنها بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار. أوالح وحطب ونيران، طريقة استخدمها أجدادنا قديما لطهي الطعام. كله بالبداية زي الأول، ما عدناش لاقين حاجة وكل حاجة غلت على العالم، تعبنا زمان من حاجات ورجعنا لها تاني، مش لاقيين وما فيش حد شغال عشان الناس تجيب منين؟ انت بتروح السوق بخمسين جنيه هتجيب زيت ولا هتجيب السكر ولا هتجيب السواقي؟ ما عدناش لاقين حاجة. الناس بدأت للوضع الأولاني بتاع جدودنا اللي احنا نسناه وما شفناهوش ولا نعرف عنه حاجة. والله ما احنا لاقين حاجة، ولا لاقين إريال ولا صابون. واليوم ونحن في أزهى عصور التكنولوجيا، عادت قرية بمحافظة البحيرة إلى الطرق البدائية حتى يتمكنوا من العيش في ظل هذا الغلاء. طول عمرنا حنتنا شغالين كده لحد امتى؟ ولا اللي بيقل تعبان بيقدر يكشف، ولا العيان بيقدر يجيب علاج. والحكايه على الله، خلاص بقت عصيفره، وفي تحت عصيفره كمان. شايفانا متبهدلين ازاي؟ شايفانا عايشين كده؟ تعالوا شوفونا على طبيعتنا وشوفوا الوضع اللي عندنا اللي احنا فيه ايه. انت بتعملي ايه؟ بنشو سم. طيب احكي لي بقى الطريقه اللي انت بتعملها دي، بتستخدمي ايه وبتعملي ايه دلوقتي؟ بنستخدم الفرن الحاميه وبنستخدم الكانون بالقواله عشان الانابيب غلت، الانبوبه ب 25 جنيه ومش قادرين عليه. طول عمرنا شقيانين وما شفناش راحه، بعد انتوا شايفين اللي احنا الدخان عم عينينا، خلاص مش شايفين لا لاقين انابيب ولا لاقين غاز. سكر غالي، زيت غالي، كل حاجه غاليه في الدنيا، ما عدناش لاقين حاجه رخيصه خالص. الحمد لله ربنا وعايشين الحمد لله. الكهرباء غالية والنور غالي وكل حاجة غالية عليني، والعلم ما عادش لاقية دي ولا دي. بنخبزه في الفرن الحامية وكل حاجة في الحامية، بنطبخه على الكانون وبنخبزه في الفرن في الشمس. هنروحوا فين؟ الأول كنا شغالين في بيوتنا على الكوارع على البتاع دي، البوتجازات وعلى الحاجات دي، وما فيش حامية تجيبي، هتجيبي بإيه؟ تطلعي تلزقي؟ الناس هتسرق ولا هتعمل ايه اكتر من كده؟ الدخان والحاجات دوت مش في ضرر على صحتكم وعلى الاكل؟ ما في، على عينينا كمان، انا نظري ضعيف اصلا، كمان نظري ضعيف. بس هنعمل ايه بقى؟ الانابيب غلى، الانابيب اللي هي ام 7 جنيه و 8 جنيه النهارده بقت ب 25 جنيه، بقت تطبخ على الكانون وتشتغل بالفرن. ازاي بتولعيه؟ بتقدري تولعيه ازاي؟ بجاش وبحطب وبجل والكانون برضه. عيشه صعبه، كل حاجة بنشتريها انا بجيب للعيل اللي عنده ضمور دي جزازة الدوام 15 بقت بجيبها ولا ب30. لو في حد ولع القرية كلها تولع، انت مش خايف على حياتك؟ طب هنروح فين طيب؟ انا همشي من هنا اسيب اهلي وناسي واروح فين؟ ما احنا كلنا في الوضع ده. اكتر حاجة بحلم بيها ربنا يكمل لنا على خير كده، ان عيالنا تبقى في بيوت، تبقى عيالنا في بيوت كده في امان. وجوه طيبة تملأها تجاعيد، يسكنها الألم وحالة من الرضا
أحلامهم بسيطة فقط عيشة كريمة. أكتر حاجة بتحلمي بيها؟ نحلم بأن ابني يصحى ونشرب مية نظيفة. نفسينا بقى ننظفه كده ونعيش زي الناس اللي عايشة، نشوف الناس عايشة في أمان ونظافة وإحنا عايشين في تعب، لا بننظفه لا ليل ولا نهار. أنا مطالبين الستيرة من الله، الحال تعبان خالص، أنا تعبان مش لاقي اللي يداويني، أنا تعبان مش لاقي أجيب علاج. نفسنا يعني ندخل كهرباء رسمي، نفسنا نبني، نفسنا كده يعني ما نشرب زي الناس اللي بتشرب دي. مش عارفين بتحلمي بيه؟ بحلم بالستر من عند ربنا وخلاص، دي اللي انا عايزاه بس خلاص. البلد بتصرخ، الناس بتصرخ كلها، الفقر ركب البلد، المرض هنا في البلد بطريقه غير عاديه. يعني هذا التقرير اللي شفتوه يهز مشاعر أي مواطن، أي مسؤول يعني، لما يتأمل في هذا المشهد ويشوف إزاي الناس في القرن 21 يمكن أن تعود إلى الخلف بشكل واضح المعالم، ويمكن أنها تعيش الحياة البدائية القديمة بالشكل اللي احنا شايفينه. يعني التكنولوجيا وتطور المجتمع كل ده ما لهمش علاقة بيه. ليه؟ لأنه الغلاء وارتفاع الأسعار أدى بهم أنهم يرجعوا تاني إلى الحطب والأوالح ويستخدموا نفس الوسائل اللي كان بيستخدمها أجدادنا زمان. هتقول لهم أنه المجتمع بيتطور يا جماعة، ده بقى فيه تكنولوجيا وبقى فيه التواصل الاجتماعي يخليك تتصل بالعالم كله. هم ما لهمش علاقة بكل ده، هم عادوا إلى الخلف بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار اللي بيزل البشر وبيشدهم للخلف، لا يمكن أبدا أنه يقودهم إلى الأمام. لو شفتوا حالة الوجوه وهي بتتحدث عن المبالغ البسيطة دي جدا اللي هي بتفرق معاهم، مبالغ بسيطة لكن إما إنها تطلعهم لقدام يعيشوا حياة طبيعية يعني زيهم زي أي حد متمشية مع العصر، أو إنها تعيدهم إلى الخلف وكأنهم يعيشون في زمن الكهوف. يعني ما عندهمش علاقة خالص بأي تطور حصل في المجتمع. إيه اللي وصلهم لكده؟ اللي وصلهم لكده السياسات الاقتصادية اللي احنا ما وضعناش في الاعتبار هذه الفئات، فئات بقى مهمشة ومطحونة وهي مش في ذهن الحكومة. ما عنديش مشكلة ان الحكومة تاخد سياسات اقتصادية زي ما هي عايزة، لكن كمان تضع في الاعتبار ان في فئات مهمشة مطحونة هتبقى خارج الزمن على الحافة بالسياسات الاقتصادية. ده انت هتوقعها، ولما هتوقعها هتعيشها في ازمان كنا نسميها متخلفة. يعني رجعتهم تاني إلى الخلف بكل أمراضه وبكل موبقاته الصحية والنفسية. قارة الهلباوي في البحيرة بنهديها للحكومة لعلها تلتفت إلى الفئات المهمشة المطحونة. اعملي اللي انت عايزاه يا حكومة، بس تعالي شوفي في ناس هتتأثر بده ولا لا. في ناس ملهاش علاقة خالص باللي انت قاعد تقوله من ناتج قومي ولا دخل قومي ولا عجز موازنة ولا تكنولوجيا ولا انترنت، لا ده عايشة بشكل مهمش وعادوا إلى الخلف سنوات. ليه؟ لأن الأنبوبة لما تبقى ب 25 جنيه هتفرق معاهم وتعمل نقلة في حياتهم، نقلة إلى الخلف، تعيدهم تاني إلى الخلف بهذا المشهد المأساوي. هل تلتفت الحكومة إلى الفئات المهمشة المطحونة وما أكثرها؟ الهلباوي نموذجا في البحيرة بنهديها للحكومة، اللي أتمنى كده مسؤول حكومي ينزل ويقول لما نشوف هذه القرية اللي بتعيش بهذا الشكل ونشوف إيه مشكلتهم وكيف يمكن أن نعيدهم إلى الحاضر، إلى الواقع، إلى التطور اللي حصل في المجتمع، إلى الحياة الطبيعية وليست الحياة اللي بتعيدهم إلى الخلف بسنوات.